شغلانه ثابته. ما انا عارفكيش انك انت قبل كده بتحاولي ان انت تفكري تقللي من الانجاب او طب ليه ما لجأتيش لوسيله لتنظيم الحمل؟ لا ما كنتش اعرف الصراحه، كنت باخد برضه وسيله لان هي الفكره كده، كنت بحلم عنها. انا شايف ان حضرتك يمكن حضرتك خامس حاله انا اصور معاها واسجل معاها وتقول لي موضوع ان هي اخذت الابره دي وما جابتش نتيجه. أيوة يعني انت برضه اخذتي بس ده الكلام ده من فتره يعني. أيوة. عندك قد ايه اولاد؟ معايا 9. ما شاء الله 9. 7 صبيان وبنتين. طب ليه كده انت يعني خلفت العدد ده كله؟ ليه افرطتي كده في الانجاب يعني؟ والله الجهل بتاعنا، امي كانت تقول لي هاتي عيالها عشان تربطي جوزك ما يسكيش وكده. اه وايه اللي حصل؟ وجبتي 4 توأم والباقي كده افراد. وربطتيه؟ ربط يعني؟ ربط. هو اتجوز بقاله 18 سنه متجوز. مساء الخير، نتعرف لحضرتك. حاجة اهلا بك يا حضرتك. طبعا بتعملي في مجال تجاره السيراميك والكلام ده في امبابه منذ سنوات طويله يعني. عرفت مني قبل التسجيل لحضرتك ان جابتي 24 عادي. تمام. في كام سنه؟ 24 في كام سنه؟ في كام سنه؟ انا متجوزه عندي 13 سنه الا 3 شهور. اه. الوقت عندي 56 سنه. ما شاء الله، تمام. ماشي، اخر عيله عندي عندها 17 سنه. 17 سنه. اه. تمام، ايه اللي خلاكي بقى تنجبي كل العدد ده؟ كان زمان يعني. كان زمان جهل، كانوا يقولوا لنا ايه؟ هاتوا عيال كتير عشان جوزك يتمسك بيك، عشان جوزك ما يتطلقكيش ويتمسك بيك، والعزوه العيال عزوه، لكن هي الحقيقه غير كده. العيال مش عزوه ولا حاجه، كل ما يكون العدد في العيال قليل كل ما العيال يتربى كويس ويتعلم يبقى معاه شهاده ويبقى محترم، لكن كتر العيال اصلا مش حلو. ليه ما لجأتيش طيب انك انت يعني تنظمي ما كانش فيه توعيه، كان في زمان جهل، الاهالي كانت جهله. ما فيش توعيه. ويوم ما يخترقوا ابو ثلاث عيال ما يبقوش 20 وما يبقوش 24. تمام. انت مع الاتجاه ده دلوقتي بتحديد مساله؟ لا يا عيالي دلوقتي ما شاء الله، انا عندي ابني عنده بنت واحده، وعندي ابني تاني عنده بنت واحده، وعندي ولد جايب ولد واحد، وعندي بنت معاها عيل. اه طبعا طبعا. فقط طفل واحد؟ طفل يعني. طفلين حلو قوي كده، تقدروا تعلموهم كويس، يقدروا حتى لو ما يفهمين الحال، حتى هل بتنصحي بعدد كبير من الخدمة؟ ما القصه مش عشان في فلوس او ما فيش فلوس او الميزانيه تسمح او ما تسمحش، لا مش هي دي. ما في انسان بيبقى معاه فلوس وما بقاش حاسن تربيه عياله. انا كنت كل ما بخلف بجيب توائم. تمام. فجيت مره جبت توأم من التوائم وتعبت، دخلت المستشفى في حالة نزيف. الدكتور شغل الجهاز لقى في عيل عايش وعيل ميت. سحب العيل اللي مات وعمل ربط على العيل العايش. والعيل دلوقتي ما شاء الله بقى مهندس وزي الفل، بس ممكن اكون انا قدرت اربي عيالي كويس. في غيري مش هيعرف يربي عيال كويس.